شارك سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخر وزير الصناعة والتجارة في أعمال المائدة المستديرة في المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية وذلك لمناقشة التطورات الاقتصادية وفرص الاستثمار المستقبلية بين الجانبين بحضور عدد من كبار المسؤولين في كلا الجانبين. وخلال أعمال الجلسة أكد سعادة الوزير على الحرص الذي توليه الحكومة الموقرة في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية كشريك استراتيجي. من خلال زياده الفرص الاستثماريه واقتناص المشروعات الاقتصاديه الجديده والمتنوعه لكلا الجانبين وتحقيقا للنتائج الايجابيه والمتوقعه لاتفاقيه التجاره الحره بين البلدين